رموش ضعيفة، رموش بتتساقط، حواجبك ما بتطولش، حواجبك ما بتتقلش. من أفضل الحاجات اللي ممكن تستخدميها في 3 أيام بس لتطويل وتتقيل الرموش والحواجب، وكمان هتكثفها وهتطولها كأنك مركبة رموش اصطناعية. من أقوى الحاجات اللي ممكن تستخدميها وصفة النهاردة للرموش وتتقيلها وتكثفها في 3 أيام بس، جربوها بجد تحفة جدا. لايك شير سبسكرايب، فعلوا الجرس علشان كل جديد يوصلك مني أول بأول، شيري الفيديو لأصحابك علشان يستفادوا، ما تنسيش صلي على النبي في الكومنتات وتقولوا لي تابعوني من اي بلد. اول حاجة هستخدم معايا بذور الكتان، وعايز اقولك بذور الكتان من الحاجات اللي بجد تحفة جدا في تطويل وتتقيل وتكثيف الرموش والحواجب، ومن الحاجات اللي بجد قوية جدا جدا في الكثافة بتاعت الرمش والحاجب، ده غير انه بيطولها بسرعة جدا لانه بيفرز جل، بجد بجد من الحاجات القوية في كثافة الرموش. فانا خدت كده حوالي معلقة مليانة بالتقريب كبيره، معلقه مليانه كبيره تمام كده، وهبدا اضيف عليها. انا طبعا هحط لكم كل المكونات في بوله كده عشان تشوفوا شكلها وتشوفوا المكونات قد ايه اللي انا حطاها، الكميه علشان تستخدميها على قد ما هتستخدميها، الكميه دي هتكفيني اسبوع 10 ايام. هبدا ان انا هضيف كمان معايا القرنفل او المسمار، ده بيبقى شكله اهو تمام، القرنفل او المسمار من الحاجات اللي بجد قويه جدا بتتقل وتكثف الرموش والحواجب، وخصوصا كمان للناس اللي حواجبها ما بتطولش ابدا، الحواجب بتاعتها عاجزه، الحواجب بتاعتها ضعيفه وبتتساقط، القرنفل من الحاجات اللي بتتقلها وتكثفها بسرعه جدا، خصوصا كمان الناس اللي رموشها بتتساقط كتير، بجد ده من الحاجات اللي بتقوي الرمش وبتكثفه وبتطوله وتتقله. انا هاخد حوالي 10 وحدات، يعني دول 3 5 وادي 5 وحدات. انا كده حطيت 10 وحدات من القرنفل او المسمار، وزي ما قلنا حلو قوي قوي، بيكثف ويتقل وكمان بيدي الرمش كده كثافه حلوه قوي. هاخد كمان معايا هنا ده الروزماري او اكليل الجبل، ده بيطول بسرعه بجد حلوه قوي الرموش، بصوا اهو شكله اكليل الجبل او الروزميري، ده من الحاجات اللي بتتقل بسرعة جدا جدا الرمش، بتطوله بسرعة، كمان بتخلي الرموش والحواجب كثيفة بجد قوي، من الحاجات الجميلة الروزميري. المكونات كلها عموما خطيرة قوي للرموش وللحواجب، كثافة وطول وتقل بجد عمرك ما هتشوفيه، لان الخلطة النهاردة اللي احنا عاملينها قوية جدا. هاخد حوالي معلقة بالتقريب صغيرة من اكليل الجبل او الروزميري تمام كده، دي المكونات الجافة بتاعتي اللي هبدأ ان انا استخدمها. فهنا هبدأ ان انا احطها في اي كنكة او اي حاجة هسخن فيها. هبدأ اضيف معايا نص كوباية مية كبيرة، نص كوباية، المية هنا تفرق لان انا عايزة المكونات تبقى مركزة، مش عايزة يبقى مليانة مية ماخدش فوايد، لا انا عايزة نص كوباية، هوريكم برضو الكمية اهو، بصوا شايفين هنا الميه قد ايه، ربع الكنكه او ربع الكسرولة، اي حاجه اللي انت هتحطي فيها ايا كان. بصوا دي الكوبايه الكبيره بتاعتي، هي هنا طبعا عشان واسعه فهي كبيره، فانا واخده نصها تمام، نص كوبايه ميه كبيره عشان ما تتوهيش نفسك يعني تحيري نفسك. هنا بقى هبدا ارفعهم على النار، نار هاديه لحد ما تغلي، ولحد ما الجل بتاع بذور الكتان ينزل ويتقل كده في الميه بتاعتي، ساعتها ارفعها من على النار، هحطها على النار تغلي لمده ربع ساعه وتكون نار هاديه لحد ما احس ان الميه تقلت معايا بقت جل، وهبدا ارفعها من على النار. هنا بصوا بعد ما غليت شايفين تقلت ازاي، انا طبعا لسه هصفيها بس ايه، اول ما شلتها من على النار قلت اوريها لكم هتبقى عامله ازاي، ده بيبقى شكلها، بيكون كل حاجه جوه دبلت خالص علشان خاطر اخد فوائدها. هنا في المرحله دي انا يفضل ان انا اكون مغطياها علشان الدخان ده اللي هي الزيوت الطياريه ما تبقاش تطلع، انا عايزاها استفاد بيها فتغطيها، ولما تبرد خالص يفضل تصفيها. انا هنا بالنسبه لي عشان بصور فانا هصفيها معاكم على طول تمام. هنا بقى انا جبت طبق وهجيب معايا مصفه وهجيب شاشه، وده مهم قوي ان انت تكوني حاطه شاشه عشان خاطر الروزماري ما ينزلش في شبكة المصفى فتبدأ يضايقك وترجعي تصفي مرة واثنين وثلاثة، لا حطي شاشة كده وصفي على طول زي ما انا عاملة كده، وسيبيها براحتها لحد ما تتصفى خالص
وتنزل كل المكونات بتاعتها في الطبق صافية. هسيبها بقى لما تتصفى شوية وارجع لكم. هنا خلاص اتصفت تمام. بصوا صافية خالص وناعمة، شايفين؟ طبعا هنا انا اقدر ان انا لو الكمية زايدة معايا اقدر ان انا اشيل في التلاجة واخد كمية على قد الاستخدام بتاعي. تمام كده هركن دي على جنب، وهنا هجيب معايا ده اسمه اقراص او كربون، مش عارفة شايفينه ولا لأ. دي اقراص او كربون اهو، او كربون ده بجيبه من الصيدليه اسمها اقراص او كربون، بيبقى برشام الفحم او اقراص الفحم، وده شكله تمام. كل اللي انا هحتاجه هاخد قرص. ده بيعمل ايه؟ ده بيتقل، بيكثف بسرعه، كمان بيخلي شكل الرمش والحاجب اكنهم مركبه رموش اصطناعيه، كانك عامله رموش، عامله حواجب، بيخليها سواد بشكل تحفة جدا، بيدي لمعة حلوة قوي، كمان بيسرع على نمو الشعراية انها تطلع بسرعة ان كان حاجب او رموش، بجد حلوة قوي او بيكثف بسرعة قوي. كل اللي انا هحتاجه هاخد قرص معايا تمام، وهبدأ ان انا كده احطه في طبق وهبدأ ان انا احاول اهرسه تمام، ما فيهاش اي حبيبات خشنة، انا بحاول انعمه تمام، هو بيتفتت بسرعة او بينعم بسرعة جدا اهو. بصوا وهبدأ ان انا انزله معايا في الخلطة بتاعتي واقلبه. بصوا هقلبهم كويس. كل اللي انا هحطه هحط معايا معلقة صغيرة جدا من جل الصبار، وجل الصبار بيقوي الشعراية، كمان بيقوي الحاجب، فهحط كده حوالي يعني نص معلقة. لازم ان انا اقلب الحاجة كويس قوي علشان خاطر تبقى ناعمة معايا. فهنا انا جبت بقى مضرب صغير علشان اقدر ان انا ادخل جل الصبار مع جل بذور الكتان ويبقى كله مندمج وناعم معايا. فنحاول على قد ما نقدر هنا نقلب كويس. نشوف كده نعمت. بصوا بقت ناعمة ازاي. تمام. هضيف بقى هنا معلقة صغيرة جدا من زيت الخروع، لانه من الحاجات اللي بتتقل بسرعة، الناس اللي عايزة تتقيل بسرعة جدا، كثافة، كل ده في 3 ايام بتبدأ النتيجة تبان. فابدأي ان انت حط زيت خروع، لو مش حابة تحط زيت خروع يبقى خلاص الغيه براحتك خالص، وابدأ استخدميها لمدة اسبوع 10 ايام، النتيجة هتبدأ تبان معاكي تمام. لكن زيت الخروع من الحاجات السريعه المسعفه، انها بتطول بسرعه جدا، اهم حاجه ما نكترش تمام. نحط كده ايه حاجات بسيطه من زيت الخروع، ما كتريش زيوت. هنا بقى جبت معايا علبه صغيره وهبدا ان انا افضي كده من الخلطه بتاعتي في العلبه اللي هستخدمها بالشكل القمر ده. بصوا خطيره خطيره خطيره، وكمان جميله قوي في الاستخدام والاستعمال. بصوا بصوا ناعمه ازاي. احط على رموشي وحواجبي لمدة ساعة، وبعد كده ببدأ ان انا اغسل رموشي او حواجبي عادي جدا. بجد من الحاجات الحلوة قوي والسريعة والبسيطة اللي بجد نتيجتها حلوة قوي قوي. جربوها تعجبكم، لايك شير سبسكرايب، فعلوا الجرس عشان كل جديد يوصلك مني اول باول، شير الفيديو لاصحابك علشان يستفيدوا.